إذا نواصل دائما، بس أنا لمدة سنة أصلا ديت أسماء قائمة دائما في المميزات. أنا شفنا الدئة، نذكركم الدئة اللي هو القطر الخارجي منا تنحنا، دي اف اللي هو القطر الداخلي تنحنا اصغر من دي ا بيان سور، وكاين دي هو القطر الاساسي اللي موجود ما بين دي ا ودي اف. تفهموا الان بيان الو مميزات. الو قبل كل شيء عندنا نبدا بالاول اللي هو ام. هذا ام هو مقياس، طلع مقياس تناسبي او الموديول، موديول ام. ماذا يساوي ام؟ هذا يقول لك ام يساوي اش ا. صح، من نجيبه ام يساوي اش ا؟ من نجيبه يحسب بواسطه او عن طريق مقاومه المواد، عن طريق مقاومه المواد. ثم في الدرس تاع مقاومه المواد يحسبوا هذا ام بقانون تاعه المعروف، حسب عند مقاومة المواد. من بعد نشوفوا ما هو القانون نستعمله باش نحسبوا ام. ام يساوي اش ا. عندنا كذلك عدد الاسنان، حرف زاد، هذا زاد كي نحسبوه. كاين قانون واحد اخر شي يقول لك، دوك نشوفوا هذا القانون، يقول لك ار نسبة السرعات، ار يساوي نسبة السرعات، ار بالنسبة حساب ار بالنسبة للمتسننات هو نفس الشيء كما البكرات، لكن عوض سير عوضنا سير باش بالاسنان. دونك ار يساوي ماذا؟ ان دونك شوفوا قانون دروك ومن بعد نعاود نشوفوا من بعد بالتفصيل. ان ار على ان ام يساوي بون، هو كما تاع البكرات بصح من قلعنا سير نعوضوا بالاسنان، يساوي دي ام على دي ار كما شفنا هنا تحبس تاع البكارات. ولكن هنا شزنا عوض زدنا الاسنان، غادي نشوفوا من بعد لماذا انا يساوي زاد ام على زاد ار. هذه من بعد دوك نبرهنوا عليها فيما بالتالي. انا شفنا ام، شفنا عدد الاسنان زاد، كذلك الخطوة بي ماذا تساوي الخطوة؟ يقول لك الخطوة تساوي بي تساوي ام في بي، بي يساوي 3.14. خطوة وين راهي؟ كنديرو هنا رسم عندنا ابوبخي شبكة، اسمع شبكة ولا هذه كيف كيف؟ الخطوة ما هي؟ هي المسافة ما بين نقطتين ماشي متتاليتان، ما بين سطحان متوازيان. كندي هذا هذه النقطة، هذا السطح موازي مع من يجي مع هذا، دونك النقطة هنا هذه تسمى خطوة بي. المسافة هذه داري الوحدة بالمليمتر، وكندي هذه النقطة مع من يجي سطح موازي مع سطح موازي غادي يجي هنا، تسمى هنايا تشوفوا بلي بي هذه هي هنا كيف كيف، هذه هي الخطوة، هي ما بين نقطتين لسطحان متوازيان. دونك تساوي ان في بي. شنو عندنا تاني؟ تاج اش ا
ماذا يساوي اش ا؟ يساوي ام. اش ا يساوي ام مباشرة. القيمة اللي لقيناها تاع ام هي نفسها اش ا. عندنا الفارق اش اف، الو اش اف يساوي قال لك 1.25 ام. ما معناتها؟ وكان هنا برون عليها جي نكملوا هنا مثلا نشوفوا عجله اللي غيدخل فيها الفوق اللي هي في حاله تسنن معاه. شنلاحظوا؟ لاحظوا ان هذه العجله التي هي متسننه مع هذه العجله، لكن بينهما ماذا نلاحظ؟ نلاحظ كاين واحد الفارغ هواء صغير. هذا المجال هذا فجوه، هذه الفجوه ما هو الدور تاعها؟ كان هذه العجله الحمراء تهبط هنا لتحت في الكحله بلا ما نتركوا هذه الفجوه. اش غادي يصرى اثناء التشغيل؟ غادي يوقع هناك حصر بلوكاج كما شفنا في السير عندما يدخل في البكره. السير عمره ما يدخل في البكره حتى القاع، باسكو يجمع هنا يعني حصر داخل تما ولا يستطيع الحركه، دونك سيحصر او ديسان بلوكاج. دونك لتفادي ذاك الحصر يجب ترك فجوه. ما معنى فجوه؟ فارغ صغير يعني باش نستطيع اموال كذلك باش يكون هناك نقل جيد بدون ان يكون حصر. شنو لاحظنا؟ دونك مسافة تبقى بين هذه وهذه. هنا كاين محور مثلا حول هنايا اش، ها هو هي المسافة او ارتفاع السن يساوي اش اف اش ا، ها هو واش اف هو تحتاني. ثم المحور راه في منتصف هذا السطح، هذا اللي راه في التماس مع العجله الحمراء او الكحله، وهذه الفجوه هذه صارت اضافيه ثم زائده. ثم كنشوفوا من لهنا حتى لهنا هادو كيف كيف بصح اش اف مين من حتى لهنا اش يقول لك؟ يساوي 1.25 ام. ثم يقول لك مانا ربع ربع ام خلوه اضافي لترك هذه الفجوه باش ما يكونش هناك حصر. ثم هذا 1.25 ام، هذه 25 ما هي الا مسافه تعمل 0.25 ام هي الفجوه تاعنا اللي تكون باغي اسمها الربع تعمل تاع المسافه هذه كاع اش على بها. قلنا اش اف الى قسمها راه يكون كبير بالنسبه لي اش ا، علاه زدنا لها هذه 25 ام تاع الفارغ؟ تسمى ام نص زائد الفجوه. هذا فيما يخص اش اف. عندنا كذلك قطر اساسي اللي هو دي. ما يقول ماذا يساوي دي؟ يقول لك دي يساوي ام الموديول في عدد الاسنان زد. عندنا كذلك قطر خارجي دي ا اللي هو ها هو ماذا يساوي دي ا؟ والله دي ا يساوي دي ا ماذا يساوي؟ هذا من هنا هو دي شنو نزيدو له؟ دي ونزيدو لها المسافة. شكون هي هذه المسافة؟ هي اش ا. بصح اش ا ماشي غير من جهة، من الثاني. تسمى دي ا ماذا يساوي؟ يساوي دي
زائد 2 اش ا، واش ا ماذا يساوي؟ هي ام. دونك دي اي يساوي دي زائد 2 ام. شنو نشوفو تاني كذلك؟ دي اف، دي اف ماذا يساوي؟ هي دي لكن ماذا؟ ناقص اش اف. بصح اش اف ماشي غير من جهة واحدة، من الجهتين. دونك دي اف يساوي دي ناقص 2 اش اف. بصح اش اف ماذا يساوي؟ 1.25 ام. جوج خطرات شحال تعطينا؟ هي 2.5 ام. هذا فيما يخص دي اف. ومن بعد عرض السن، على عرض السن هذا هو المسافة من أي منا حتى لهنا، هذه اسمها عرض السن، يعطوها الرمز بتي بي. الو عرض السن لا لارجور تاع لا دون، عرض السن بي تساوي ك في ام. ك هذا مدوه على حسب المدى تاع القطعه، ك يساوي اما يا 8 يفوا يمدوا 6 او 10 بدون وحده، يمدوا يمدوا لكم يساوي ك في ام. ام عندنا شحال ثاني؟ اخيرا حساب ا. راه الى عندنا عجلتين، عجلة الأولى وعجلة الثانية، شكون هو؟ هي التباعد المحوري، هي المسافة ما بين المركز تاع العجلة الأولى واحد واثنين، حتى يسمى أ. و أ هنا ماذا يساوي؟ هو التباعد المحوري ما بين محاور، تباعد ما بين المحاور. شنو يعطيك باش نحسبوا المسافة؟ هي القطر الأول، هاد المسافة هادي القطر الأول دي أ، زائد المسافة هادي دي 2 على 2. دونك أ يساوي دي أ زائد دي 2 على 2. نجمو تاني ب إذا ما حسبناش بالأقطار، نجمو نحسبو بحاجة أخرى عشان نعرفو أن دي أ ماذا يساوي؟ دي 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 يساوي أن في زد. أم نفس الموديول قطعة الناس، نجمو نقولو أم يساوي أم في زد أ على أم في زد دو على دو. بما أن لديهم نفس الموديول أم، نجمو نديرو هنايا عامل مشترك ام في زد ان زائد زد دو على 2. علاش العجلتين عندهم نفس موديول ام ما بينهما؟ وهنا درو غادي ان شاء الله نشوفوا، غادي سنرى في الحصه المقبله ان شاء الله، عندما يكون لدينا عجلتين ما هي المميزات التي هي مشتركة أو متساوية ما بين العجلة واحد واثنين باش يكون هناك تسنن جيد؟ وشكون هادو هما المميزات؟ كاع شفناهم، شفناهم بالوحدة، غادي نشوفو ما هي العلاقة، ما هي المميزات التي هي مشتركة. كنبدا نشوفو مثلا الموديول، يقولك عجلتين باش يكون عندهم تسنن جيد يجب اولا ان يكون لهما نفس الموديول، هذا الشرط اساسي. الو شروط التركيب هو اولا يكون عندهم نفس الموديول، والمره المقبله ان شاء الله سنرى ما هي العلاقه ما بين هذه المميزات بالنسبه للعجلتين.